السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلني اليوم هذا الطرد من موقع بانجود لنكتشف ما بداخله. من خلال ما مكتوب في الكرتونة فهو عبارة عن جهاز مالتي ميتر. إذن في الكرتونة أيضا كابل الكهرباء، كابل USB، لأن هذا المالتي ميتر تربط مع الحاسوب، وايضا هذه المجسات هذه للفحص. اسلاك المجسات تظهر على انها من النوعيه الجيده، وايضا فهي رقيقه يعني. ايضا يوجد هنا كتيب التعليمات، وارى بانه موجود ايضا فيوز، هذا فيوز احتياطي. إذن هذا ما موجود بداخل هذا الكرتونة. إذن سوف أقوم بتشغيله ونتعرف عليه أكثر فتابعوا. إذن هذه واجهة الجهاز، فهو من شركة أوون. هذا أوون على فكرة فهي معروفة بهذه الأجهزة المالتي ميتر واللوسيلسكوب وإلى آخره، وخصوصا الأجهزة التي يتم توصيلها مع الحاسوب، أجهزة الفحص سواء رسم الإشارات الدبدبات أو الأجهزة المالتي ميتر إلى آخره. إذن يوجد هنا زر التشغيل، نقوم بالضغط عليه 3 ثواني أو 4 ثواني، يشغل الجهاز. يتوفر الجهاز على شاشة ملونة كما تلاحظون، وهنا يعني شأنه كشأن باقي المالتيمترات، يعني من خلال هذه الرموز هذه نعرف مثلا هذا الزر هذا، نقوم بالتبديل بين الدايود المقاومات وأيضا الجرس. لاحظوا الأوم، وهنا الرمز خاص بالأمبير، سواء إن كان الجهد AC أو DC. وهنا أيضا لفحص الجهد، نفحص الجهد سواء كان DC أو AC. هنا المكثفات، لاحظوا هنا الفريكونسي، وهنا الحرارة. فهذه واجهة الجهاز، أعتقد بأنه جهاز سوف يكون مفيد، ولا سيما أنه يربط مع الحاسوب، فهذا جميل. إذا سوف نختبره بفحص الجهد، بفحص المقاومات، فحص يعني الفريكونسي، فحص المكثفات لنكتشف. تابعوا. الآن سوف أقوم بفحص الجهد DC. سأستعمل هذا الباور سبلاي هذه. إذا نضع السالب مع السالب، الموجب مع الموجب. إذا كما تلاحظون نفس القيمة الموجودة هنا 4.3 فولت، أعطاني 4.3 فولت. إذا لنزود الجهد 5.6. إذا كما تلاحظون فهو بطيء في القراءة، ولكن يمكننا التحكم في هذه المسألة بزيادة السرعة. الآن نفس الجهد كما تلاحظون نزود 6.6، رأيتم يعني دقيق في الجهد 8.6. فولت 14.4. بالنسبة للجهد فهو ممتاز دقيق، وأيضا سريع الاستجابة. ليس بالشكل السريع، ولكن بشكل مقبول 29.1. الآن سوف نختبر شيء آخر، سوف نختبر الفريكونسي. هيا الآن سأختبر الفريكونسي بواسطة هذا الجهاز. هذا عبارة عن مولد للإشارات. إذن سوف نقوم بتشغيله. الآن مضبوط على 10 كيلو هيرتز كما يظهر في الشاشة، أتمنى أن يظهر بشكل واضح. إذن نختبر السالب مع السالب، الموجب مع الموجب، نختار فريكونسي. إذن لاحظوا هنا 10 كيلو هيرتز تقريبا، نفس
نفس القيمة على المولتيمتر. إذا سوف نزود الفريكونسي، سوف 16 كيلو هرتز، أيه تقريبا 16 كيلو هرتز. إذا نختار فريكونسي أعلى 26، تقريبا 26. دائما الفرق يكون بفرق، يعني فارق بسيط جدا، 33 كيلو هرتز. نفس تقريبا 53، تقريبا 53. حتى في بالنسبة للفريكونسي فهو جيد، يعني لا مشكلة فيه. 60، 62، تقريبا 62، يعني الفارق بسيط جدا. إذا بالنسبة للفريكونسي كما تلاحظون. الآن سوف نختبر مكونات أخرى، مثلا إذا سأختبر هذه المكتفة، هذه 33 مايكروفاراد. نحول إلى فحص المكتفات ونفحص. أعطانا 30 مايكروفاراد، إذا فرق بسيط. وهذه المكتفة أصلا فهي يعني قديمة مستعملة. إذا نأخذ مكتفة أخرى، هذه 100 مايكروفاراد، وأيضا فهي مكتفة قديمة أيضا. إذا لنفحص، ستة وتسعون مايكروفاراد، تقريبا 100 مايكروفاراد. إذا في فحص يعني فحص المكتفات فهو يعني مثل المالتيمتر الذي استعمله، يعني فهو يعني جيد لا مشكلة فيه. بالنسبة للمكتفات هي أعلى يعني قيمة يفحصها أو يستطيع فحصها هي 500 مايكروفاراد. إذا بالنسبة للمقاومات سوف أفحص هذه المقاومة، هذه قيمتها 10 كيلو أوم كما هو أيضا موضح في هذا البرنامج الخاص بالهاتف المحمول الخاص بالمقاومات، 10 كيلو أوم. إذا لنفحص الموجود بها 10 كيلو أوم، إذا كما تلاحظون 10 كيلو أوم بالتمام والكامل. إذا ننتقل إلى مقاومة أخرى، هذه 200 كيلو أوم، إذا لنكتشف. إذا كما تلاحظون أعطاني 200 كيلو أوم، جيد. أعتقد بأنه ملتيمتر يعني لا بأس به. وبالنسبة للديود سوف نختبرها الآن. إذا نحول إلى وحدة فحص الديود، لاحظوا مكتوب هنا ديود. إذا نفحص، إذا لا يعطي قراءة، إذا قلبت طبيعة الحال سوف يعطي قراءة. ولاحظوا يعطي جرس، هذا ليس معناه، هذا ليس معناه بأنه الدايود تالف، وإنما نظام المالتيمتر على هذا الشكل. يمكننا إيقاف البيبر أو الصوت من هنا، لاحظوا الآن لا يعطي صوت. إذا قلبت لا يعطي قراءة، إذا قلبت الجهة الأخرى يعطي قراءة. إذا هذه قيمة الدايود أو الديود. بالنسبة للجرس يعني فحص الفيوزات وإلى آخره، إذا هذا هو. إذا سوف لاحظ. ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الجهاز عليكم بزيارة الموقع، سوف أضعه لكم يعني أسفل الفيديو في صندوق الوصف، وأيضا رابط الشراء لمن يريد أن يشتريه.
الآن نأتي لنهاية الفيديو، أتمنى هذا الفيديو أن يفيدكم ويعجبكم، وإلى الفيديو المقبل، مع السلامة.